هو انت في زيك يا ست نجله؟ والنبي يا اختي انا حاسه ان ربنا حيش لك خير كبير قوي، اهو باين اهو قدامي في الفنجان، عريس زي فلقه القمر، طول ايه وعرض ايه، يخرب يخربي جاي لك بيخبط على الباب. السلام عليكم. هتقولي بعرض؟ انت متاكده؟ ظهر يا اختي البن مغشوش. أنا الأستاذ رمضان مبروك أبو العالمين حمودي، ومدرس أول لغة العربية ورئيس جماعة الخطابة بالمدرسة التجريبية الحديثة. مين فيكم نجلها وقتي؟ يعني حضرتك مش عارف؟ وأني هعرف منين؟ ما أنتوا العمليات التجميل اللي بتعملوها ليل ونهار في خلقيتكم بتلخبط الناس. خلصوني، مين فيكم نجلاء؟ نعم أنا نجلاء، عايز إيه؟ بص يا بنت الناس، أنا مش جاي أقطع عيشك، إنما من حيث حفلة المدرسة إحنا استغنينا عن خدماتك خلاص، شوف لك حتة تانية أمشي غني فيها. انت ازاي بتكلمني كده وبصفتك ايه؟ قصر الكلام، ولا صفتي ولا نيلي، غنى في المدرسه عندني مش هتغني ولو ببلاش. شوفي ولو ببلاش، والعيال دول تسيبك منهم خالص، دول لسه عيال صغيرين تراي، اهاليهم صارفين عليهم ياما، فاهم ولا لا؟ انت بتهددني ولا ايه؟ انا لو ضربت الجرس دلوقتي اربعه يجوا يشيلوك يرموك بره. اللغه العربيه الفصحى، ركز وركز واصحى اصحى. اهلا 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 بالشباب، اهلا بالعرسان. اللي جابك انت هو في سعادة؟ انت four years old and I was so young and there was a pool and I can swim and والنادي drown والنادي ومات. انت هتمثل لي ومات يا تافه. انت بتبص على نواقف، وانت ايه اللي جابك هنا؟ انا جاي اسال حضرتك على الواجب، اعمله مره ولا ما اعملوش خالص؟ عشان انا عايز اخد تيتا امشيها رجليها ورمة، وانت عارف ست كبيره بتحبش ماما. تيتا انت هتدخلي في امك وستك تاني؟ ده انت ليلتك سودة. وانت ايه اللي جابك؟ لا انا ما جيتش. انت ايه؟ انا ما كان في ظروف ومنعتني، ما عرفتش. انا جيت فين؟ انا جيت هو مش واقف معانا اساسا. انت بتستعملني؟ انا لو جيت كنت قلت يا استاذ. والنبي انا هوريك انت جيت ولا ما جيتش. طب يمين بالله العظيم ان هغمض وافتح، بص تغميضه كده وتفتحها كده، لو لقيتكم في المكان لا ناس بالجزمه ديت عليكم. اهو اهو. راحت فين دي كمان؟ تروحت فين يا اختي؟ تعالي تعالي يا اختي، انت لسه شفت رعب؟ اسمع اما اقول لك، ثلاثة بالله العظيم انا هفتش على العيال دول هنا كل يوم، هاجي صبح وليل صبح وليل، ولو لقيت عيل فيهم لا هخليك تنامي تحلمي بحاجه واحده، هي رمضان مبروك ابو العالمين حمودي. لا تشتري العبد الا والعصا معه، ان العبيد لانجاس مناكيده. اي والله حكم فيه ناس كده نفسيتها زي نفسيه العبيد بالظبط، ما يمشوش الا بالعصايه او بالخرطوم او بالجسمي. وديني وايمان انا ماشي بنفسي، انا لولا بس ابوك كنت فرمت. هي مش وزاره التعليم لغت الضرب في المدارس؟ ايوه. وابوك وزير؟ ايوه. ما تخليش بلا حلف الفرعون ده. هو فرعون كده غير ابويا؟ ايه يا هباب كبيرك انت وهو بتبغبغ في ايه؟ بقى تبقى صايع وضايع وفاشل ومالكش قيمه في المجتمع وبتبغبغ في الكلام؟ اسمعها انت وهو، من هنا ورايح كل واحد فيكم هيديني تمام، من ساعه ما يخرج من داره الصبح لحد ما يرجع ويترمي في سريره، فاهمين ولا لا؟ ويا ويلو، اقسم بالله يا ويلو، يا مين بعظيم ابدا اللي الشيطان هيوزه ويروح هيه او هيه، هيلاقيني قاعد في هيه وهيه، فاهمين ولا لا؟ فاهمين. عايز اسمع صوت. فاهمين فاهمين. للخالف ضر، ايدك على خدودك، اللطم على الخيبه والويبه. ابتدي. هات امي من السايبك، هات امي من السايبك. انا كلب سوري انا مش سامع، مش سامع لطم فوق. وانتوا مالك؟ امال لو وزير رايح بتاع ايه؟ ايوه يا امي انا سايبك. مش هسيب مني انا، لا مش هسيب نفسي. ايوه هسيب نفسي، تطهير النفس من النفوس الذكيه. طهر نفسك يا طاهر، طهر طهر لحد ما تشوف كم نازل من وشك. ان شاء الله هينزل بلدك من وشك بالدم. بلد اللي تسيبيه انا هخلي ابويا يحلها. انا اللي هحل لك الموضوع ده يا نجلة، اعتمدي عليا انا بس. ميرسي قوي يا جماعه، انا فعلا فرحانه ومبسوطه بمشاعركم دي، وده اللي مصعب عليا السفر، بس عشان خاطري امشوا دلوقتي، انا مش عايزه اعمل لكم مشاكل. مشاكل ايه يا نجله؟ احنا لا يمكن نسيبك. استاذ رمضان جه هنا وزعق وحذرني لو شفتكم ولا قعدت معاكم مش هيحصل كويس. وهو ماله؟ هو هيتحكم فينا ولا ايه؟ ده انا هوديه في داهيه، ده انا هخلي ابويا يرفضه ويشتم اسمه من المدرسين خالص، وفي الاخر هيبيع سندوتشات في الشارع ومش هشتري منه. وانا وديني وايماني لا ضربه، عشان انا خلاص اتخنقت من البني ادم اللي بيدرس لنا ده. رب يا ساتر. اتفضل يا استاذ رمضان اتفضل. السلام عليكم.
اهلا وسهلا اهلا وسهلا اتفضل. ما تاخذنيش يعني انا بجيلي في مكان شغلك، يعني ممكن تكوني مشغوله، بس انت عارفه العيال دهم في رقبتي. بس والله الحقيقه وانا جاي لسمعت الساده المعجبين بيكي بيغنوا اغانيكي، وده دليل على النجاح الحمد لله. هي الاغنيه كانت بتقول ايه؟ اللغه العربيه الفصحى ايه؟ استيقظ وركز واصحى. والنبي دي اسمه كلام؟ دي كلام دي يا جماعه عيب. المفروض تنقوا كلام يعيش مع الجمهور. مش عارف في ايه في ظهوري. لا مؤاخذه معلش انا اسف انا اسف. والحاجات ديت مضايقاني من ساعه ما جيت، من ساعه ما جيت مضايقاني. يعني انا ممكن اقول لك نصيحه، انت المفروض تغني لابو تمام، للبحتوري، لاحمد به شوقي. لو هم اصحابك يعني عرفني بيهم يا استاذ رمضان وانا هاخد منهم شغل. اصحاب مين؟ ناس دول يعني محمول بتاعهم، دول ناس راحوا لرحمه الله من عشرات السنين. لا انا في برد، في برد مش في زوري بس، ده كمان ده نازل لحد كعوب رجلي. ايوه النبي كعوب رجلي تنقح علي. لا مؤاخذه معلش انا مؤاخذه على الكاز، حتى برضك نضفه لان الموكيت ايه الموكيت ما يتوسخش. مؤاخذه التات بتبقى نظيفه، المفروض كنت اقلع الجزمه بره معلش تسمحيني. لا 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 الموضوع عايز ميه، ممكن حبه ميه ولا هنا ميه بفلوس ولا ايه؟ تفيده جيبي ميه للاستاذ رمضان. مش عارف في شرخه كده. شكرا شكرا يا بنت اسمك تفيدي. الف شكرا. خرب بيتك يا تفيدي، سخنه نار سخنه نار. بس هعمل ايه؟ سيبك من الميه والكلام ده كله، سيبك من الحاجات دي. انا حاسس ان انا هرجع وعندي انتفاخ. حياتي اللي بعد انتفاخ. ممكن الحمام؟ لا انا مش هلحق الحمام، ممكن ارجع هنا. يا جزمه يا جزمه يا جزمه انت اهو. قوم قوم يا استاذ رمضان. معلش معلش انا اعملي ساعه تحت النقابه وعارف ان هم هيجوا جم. معلش يا استاذ رمضان. ما بيحضروش الحصص هيسقطوا. ما تزعلش نفسك. احنا جاهزين يا مدام. شوقي مدير اعمالي واستاذ رمضان مفروك ابو مدري شو حموده. اهدي اهدي. ايه اللي مفروك ومدري شو؟ ايه يا ستي فيها ايه؟ ان الاستاذ رمضان مبروك ابو العلمين حموده مدرس اول لغه العربيه ورئيس جماعه الخطابه بمدرسه التجريبيه الحديثه. اهلا اهلا اهلا. اهدي هو دي مجنون ولا ايه؟ اللي مالكش فيك مالكش دعوه بيه، مالك بيا خليك في حالك مش في قالك. مالكش دعوة بيه، مالك بيا خليك في حالك مش في قالك. عايز مني ايه يا سيدي؟ عرفنا بتعرف عني كل تفاصيل حياتي يا سيدي. برافو معايا ورايا وعارف خطواتي يا سيدي. عرفنا بتعرف عني كل تفاصيل حياتي يا سيدي. برافو مالكش دعوة بيه، مالك بيه.